أمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريث مرة أخرى في تقريره حول الصحراء المغربية الذي قدمه إلى مجلس الأمن البوليثاريو بالتقيد بالممارسة الراسخة منذ إنشاء بعثة المينورثو بالاجتماع بممثله الخاص السيد كولين ستيوارت وكبار المسؤولين بالبعثة في الرابوني بمخيمات تندوف في الجزائر وليس شرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التقرير عن الأسف لاستمرار رفض البوليثاريو عقد اجتماعات مع المسؤولين المدنيين والعسكريين للبعثة في الرابوني بالجزائر وفقا للممارسة الراسخة منذ سنة 1991. وهكذا لم يرضخ السيد غوتيريث للابتزاز والمناورات اللامسؤولة والغير المقبولة للبوليثاريو ووبخها بشدة على سلوكها المعرقلة الذي يشوش على أداء البعثة الأممية ويعيق تنفيذ ولايتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو الثالث على التوالي الذي يأمر فيه الأمين العام للأمم المتحدة البوليثاريو باستقبال ممثله الخاص رسميا وعقد اجتماعات مع مسؤولي البعثة في مقرها بالرابوني في الجزائر. وأعرب الأمين العام عن الأسف لكون طلباته المتكررة في هذا الشأن لم تلبى بعد من قبل البوليثاريو، معتبرا أن هذا الوضع العام يحول دون التوصل الجيد ويحول دون اطلاع المينورثو بولايتها. وينسف الموقف الواضح والحازم للأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بعقد الاجتماعات بين كبار المسؤولين في المينورثو والبوليثاريو في الرابوني بالجزائر وليس شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، كل المزاعم الزائفة والمضللة للبوليثاريو حول ما يسمى بالمناطق المحررة أو السيطرة المزعومة شرق منظومة الدفاع، وهي المزاعم التي تم تقويضها بشكل نهائي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي. إن موقف الأمين العام للأمم المتحدة يتماشى تماما مع موقف المغرب ويكرس الشرعية الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية. عقد مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين جلسة مفتوحة بشأن السلام والأمن في إفريقيا بعنوان الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات وحلها في إفريقيا بدعوة من جنوب إفريقيا رئيسة أعمال المجلس للشهر الجاري، حيث قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريث تقريرا مفصلا أطلع من خلاله المجلس على عمل الأمم المتحدة في مجال الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات وحلها في إفريقيا. غوتيريث أكد أن الاتحاد الإفريقي شريك استراتيجي رئيسي في جميع أنحاء القارة، مؤكدا أن الأمم المتحدة تحرز تقدما في مجال منع نشوب الصراعات جنبا إلى جنب مع شركائها في أجزاء كثيرة من قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن أكبر بعثات المنظمة الدولية لحفظ السلام موجودة في القارة الإفريقية، حيث يعمل هناك أكثر من 80,000 من قوات حفظ السلام، وأن أفريقيا هي الآن أكبر منطقة مساهمة بالقوات، معتبرا ذلك أحد الأسباب التي تعطي قوة لهذه البعثات من خلال تمويل قوي وولايات قوية، مثنيا على تعاون المجلس مع الاتحاد الإفريقي بما في ذلك مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإفريقية دون الإقليمية يعملون على منع وحل النزاعات، ضاربا المثل بالعديد من الصراعات والنزاعات التي تشهدها القارة وجهود بعثات الأمم المتحدة لمعالجة هذه النزاعات كمالي وإفريقيا الوسطى وليبيا وغيرها من النزاعات المنتشرة في جنوب وشمال ووسط وغرب وشرق القارة، لكن تقرير غوتيريث خلا من أي إشارة إلى النزاع الإقليمي الوهمي الذي تعرفه منطقة شمال غرب إفريقيا حول الصحراء المفتعل من طرف الجزائر والبوليثاريو، حيث لم يأتي الأمين العام للأمم المتحدة على أي ذكر لهذا النزاع الذي يعتبر من أطول النزاعات في إفريقيا، كما لم يشر إلى وجود أي تعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص. يشار إلى أن مسألة تعاون ومشاركة الاتحاد الإفريقي إلى جانب الأمم المتحدة في حل نزاع الصحراء تعتبر موضوع سجال دبلوماسي متواصل بين المغرب وجبهة البوليثاريو الانفصالية، ففي الوقت الذي ترافع هذه الأخيرة عن إشراك المنظمة الإفريقية إلى جانب الأمم المتحدة في لعب دور أساسي ورئيسي لحل نزاع الصحراء باعتبار أن النزاع يقع في القارة الإفريقية
وأطراف النزاع أعضاء في الاتحاد الإفريقي، يتمسك المغرب بموقفه الرافض، لذلك مشددا على أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة والحصرية المخولة بمتابعة هذا النزاع والبحث عن حل له. حل الأمير ريتشارد جورج دوق غلوستر عضو العائلة الملكية البريطانية وهو ابن عم الملكة إليزابيث الثانية يوم الأربعاء بإقليم طاطا. ونقلت المصادر أن الأمير البريطاني البالغ من العمر 75 سنة حل بمنطقة إفري إيماديدن بقيادة سكتانا جماعة تليوين إقليم طاطا عبر طائرة مروحية وبتواجد أمني مكثف. وذكرت المصادر أن الأمير البريطاني الذي كان مرفوقا بحراسة خاصة ومسؤولين تابعين للسفارة البريطانية بالمغرب التقى بعامل إقليم طاطا قبل أن يتنقل إلى منطقة تسكمودينا، وزار الأمير عدة مناطق سياحية بالمنطقة وتحديدا منطقة أدخس أرفالن قيادة أكينانا، كما قام بتفقد مجموعة من التعاونيات المحلية التي تنشط في الصناعة التقليدية. افتتح الفاعل الياباني المتخصص في صناعة أجزاء السيارات جيتكس كوربوريشن اليوم الأربعاء بمدينة صناعة معدات السيارات أوتوميتيف سيتي بطنجة مصنعا جديدا باستثمار إجمالي يصل إلى 220 مليون درهم. وتمتد هذه الوحدة الصناعية التي تم افتتاحها بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية وعامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي وسفير اليابان بالمغرب وعدد من المسؤولين ومهني القطاع على مساحة تصل إلى 11300 متر مربع بالمنصة الصناعية لطنجة المتوسطة. وقد مكن هذا المصنع من إحداث 90 منصب شغل في قطاع صناعة السيارات وأجزاء غيار العربات بالمغرب، كما سيشكل مدرسة للتكوين بالنسبة لليد العاملة المغربية التي تحظى بثقة المستثمرين اليابانيين باعتبارها ذات كفاءة عالية وقادرة على المسيرة للتطور التكنولوجي. وتتميز الأجزاء التي سيتم إنتاجها بهذا المصنع بتكنولوجيا دقيقة ستمكن مجموعة جيتكس من تبني سياسة مرنة تجاه الصدمات التي قد يواجهها قطاع صناعة السيارات في المستقبل. واعتبر المدير التنفيذي لجيتكس كوربوريشن هيروفومي ماتسوكا أن المصنع الجديد بطنجة سيمكن من ضمان موقع قدم للمجموعة بالقارة الإفريقية، معربا عن طموح مجموعته لمواصلة النمو بشكل يجعل منها إحدى رواد صناعة أنظمة قيادة السيارات بالقارة. وشدد على أن المصنع الذي يشتغل وفق آخر التكنولوجيات في المجال ملتزم بمواصلة تكوين العاملين، منوها بأن تواجد منظومة بيجو ستروين في المغرب أكبر ذبول للمجموعة اليابانية شجع جيتكس على الاستقرار بالمملكة. من جانب اعتبر رئيس جيتكس أوتوميتيف المغرب لورون بيروت أن المصنع الجديد سيمكن المجموعة اليابانية من منح زبنائها التاريخيين مستوى أرقى من الاندماج المحلي مع عملها على ولوج الأسواق بإفريقيا وبالشرق الأوسط التي تشهد نموا متزايدا. في هذا السياق أشاد بسياسة المغرب في مجال صناعة السيارات والتي مكنت من تطوير منظومات صناعية جذابة للمستثمرين الأجانب، مؤشرا إلى أن مصنع جيتكس بطنجة يتضمن خطين للإنتاج، يتعلق الأول بأعمدة القيادة اليدوية ونتائج جد واعدة، والثاني لأنظمة القيادة المدعمة والذي سينطلق استغلاله في عام 2020. ويعتبر مصنع طنجة الذي سيتخصص في تصميم وصناعة أنظمة توجيه مدعومة وكهربائية وأعمدة القيادة اليدوية الأول للمجموعة التي تضم جيتكس أوتوميتيف المغرب وفرعها المتخصص في صناعة أعمدة القيادة اليدوية فوجي أوتوتيك موروكو.
وسينطلق الإنتاج بمختلف مكونات المشروع بين سنتي 2019 و2020 بقدرة إنتاج سنوية ستصل إلى 300 ألف نظام قيادة كهربائية معززة و700 ألف عمود قيادة يدوية. سيتم خلالها تموين زبائن المجموعة بالمغرب وأوروبا من شركات الصناعة وتركيب السيارات.